كسرت الإشارة الحمراء وتسببت في إنهاء حياة شخصين كان معها مواد مخدرة. تعالوا بينا نعرف قصة الفاشونيستا فاطمة المؤمن بعد محاكمتها في الكويت. الفاشونيستا فاطمة المؤمن أثارت جدل كبير جدا في الكويت بعد ما عملت حادثة بالعربية وتسببت في خسائر أرواح، وده اللي خلى الناس يتهموها بالاستهتار. كمان هاجمها عدد كبير من الفنانين في الكويت. وفاطمة المؤمن دي فاشونيستا كويتية عندها 30 سنة، دخلت عالم الأزياء سنة 2014 وحققت شهرة كبيرة بسبب جمالها وأحدث صيحات الموضة اللي كانت بتقدمها. الحادثة بترجع لشهر أغسطس 2023 لما كاميرات المراقبة الأمنية وثقت قيام فاطمة المؤمن بحادث مأساوي وهي سايقة عربيتها، وتسببت في إصابة وموت 4 أشخاص. من شدة الحادث العربية فعلا اتكسرت وجي ونش ورفعها، واضح إنها كانت مقفلة عداد العربية. طبعا الشرطة في الكويت على طول قبضت عليها وحققت معاها، وبعد ما تم الكشف عليها اكتشفوا إنها كانت بتسوق تحت تأثير الكحول والمخدرات. خمور ومخدرات مرة واحدة يا فاطمة. وطبعا تم التحفظ عليها وتوجه ليها شوية تهم حلوين، منها قيادة السيارة بحالة غير طبيعية والقتل الخطأ وتجاوز السرعة المقررة، ناقص إيه تاني ما عملتهوش. اتوجه ليها لحد دلوقتي 10 تهم، منها التسبب في الأضرار للممتلكات العامة. هتوحشينا يا فاطمة. طبعا القضية دي اتسببت في جدل كبير في الشارع الكويتي، وشخصيات عامة كتير هاجمت فاطمة واتهمتها بالاستهتار. كمان ده ادى فرصة كبيرة لخروج إشاعات وخروج كلام كتير ملهوش علاقة بالقضية، زي بعض الحسابات المزيفة اللي خرجت وقالت إن تصرف فاطمة ده كان بسبب إن الشخصين اللي ماتوا تحرشوا بيها. أكيد يقصدوا لفظيا يا جماعة ما هي كانت سيئة، وإن تصرفها ده حصل كرد فعل طبيعي عن اللي هم عملوه ويعتبر دفاع عن النفس. لكن مريم المؤمن أخت فاطمة واللي نفس الوقت محاميتها قالت يا جماعة مفيش كلام من ده، ورحت قالت كمان إن أختها ما كانتش معاها لا خمور ولا مخدرات، وإن تحليلها طلع سليم وتم عمل تحليل دم ليها وما طلعش فيه حاجة فعلا. وقالت كمان إن لو كانت معاها مواد مخدرة كانت القضية تحولت من جنحة لجناية. المهم تحولت فاطمة لمحكمة الجنح في الكويت، واللي قررت حبس فاطمة 3 سنين وسحب رخصة القيادة منها لمدة سنة. وكان من بين التهم السواقة تحت تأثير الكحول، طلعت كانت شاربة هي مريم. طبعا فاطمة قدمت استئناف على الحكم وطلبت إخلاء سبيلها على ما يتم الحكم فيها، لكن محكمة الجنح المستأنفة رفضت الطلب ده وقالت إنها هتستدعي ضابط المباحث اللي كان متابع الحادثة تاني عشان تسمع شهادته في جلسة يوم 25 يناير 2024. وواضح كده إن لسه في تفاصيل هنكتشفها مع الوقت وممكن يحصل مفاجآت تانية. بس كده، ودي كانت قصة فاطمة المؤمن اللي أثارت الجدل في الكويت. لو عاوز تعرف أكتر عن أخبار المشاهير في مصر والعالم العربي تابعونا على نجوم الفن.